سيادة المستشار تركي الشيخ طبعاً أنا بحييه جداً على اللي بيعمله، أنا من أكبر المؤيدين لسيادة المستشار بيعمله دي ما فيهاش كلام، وأي فنان بيلجأ إن هو يعمل هناك طبعاً عين العقل وأنا واحدة منه برضو طبعاً ليه لأ؟ واللي يقولك أصلا عشان الفلوس عشان الفلوس، واللي يقولك أنا ما بحبش الفلوس ده شخص كذاب. الفلوس لا عشان الفلوس، انا ما بحب، بصي انا لا ادعي المثاليه، انا انسانه واقعيه. عشان الفلوس عشان الفلوس، طب ايه المشكله لما انا ابقى باخد فلوس وبكسب اوكي وبقدم فن؟ يعني يبقى انا كده عملت حاجتين، وايه اللي يعيبني في ان انا رحت عشان الفلوس؟ رحت عشان الفلوس. هل لو قعدت الناس اللي قاعده بتتنمر او قاعده خلف الكيبورد او بتنظر او هل هم هيدفعوا لي الفلوس اللي انا كنت هاخدها مثلا بالريال او بالدولار؟ لا، ما حدش هيديني الفلوس دي، فطالما ما حدش هيديهاني ما لهمش فيه.